يعني شخصية أحب أني أبدأ فيها، صار سوشيال ميديا، صار شو، صار يعني تجميل، صار أن أنا حتى كمتابعة أشوف الممثلة فلانية شنو لابسة، المكياج اللي حاطته شنو، البراند اللي لابسته هو شنو بالضبط. تقصدين في المسلسل ولا بالسوشيال ميديا؟ لا المسلسل. المسلسل أوكي. السوشيال ميديا طبعا تحت غطاء السوشيال ميديا، ما في نقاش فيه، بس يعني أتكلم عن رسالة أوكي. بالفن أوكي. ما قمنا نشوف هالشيء. فئة نادرة، ما أقول طبعا كل الأعمال، وإنما فئة نادرة أو أعمال يمكن 50 عمل يطلع لي عمل لا زال يحمل رسالة، من قصة، من ممثلين، من كاتب، من إخراج، من ناس تشتغل بضمير، تشتغل بصدق بالمجال هذا فعلا. والبقية لا. عشان كذا دائما أقول عظم الله أجرنا في الفن. صحيح والله. لا لا إن شاء الله يعود الفن إلى مكانه الحقيقي، وأنتم قاعد تحاولون بشتى الطرق أنكم تقدمون دراما حقيقية. منو نجمة عمان الأولى؟ انصدمت. من نجمة عمان الأولى؟ أخاف بالغاز الجالي وكروتي طاحت من الحرارة. بس ما شنو بعد؟ احنا بنفاصل بعد شوي. لا شوف أنا خايف يطير العقال. قول لي أنا شقت من سؤال. طاحوا الكروت. طاحوا الكروت. ترى أول مرة تصير حركة على الهواء. قولي لي منو؟ كل نجمة في عمان تعتبر نجمة عمان الأولى. إذا مو فخرية خميس؟ فخرية خميس. أم عبد الله فخرية خميس. عندنا شبعة محمد، عندنا أمينة عبد الرسول، وإيمان محمد علي. إيمان محمد موجودة علي موجودة ولا اعتزلت؟ أتوقع موجودة، يمكن اتجهت الإذاعة نوعا ما. زين ومن الشابات؟ شابات فئة قليلة كتلفزيون، بس كمسرح ما شاء الله أسامي. إنزين ما تشوفين أو كما يقال أن نجاح بثينة الرئيسي في الدراما الكويتية يعتبر حاجز أمام أي ممثلة عمانية أن هي تبرز من كثر ما هي يعني شاطرة وناجحة؟ لا ما أعتبر أنه حاجز، بالعكس بثينة ما شاء الله عليها، طبعاً أوجه لها الافتتاحية، ممثلة عمانية مجتهدة جداً. يعني دوم نسولف عنها بأنها مجتهدة، يعني حطت لها بصمة بالكويت وتسولف كويتي ما شاء الله عليها. يعني تعتبر بنت الكويت خلاص. صح. فبالعكس ما اعتبرها حاجز. بعد في النهاية كل ممثلة لها كاريزما، لها حجمها بالدراما. صحيح. فما تعتبر حاجز، بالعكس. نعم.